كل سنة وانتم طيبين عشان داخلين على النيروز. عاوز اعلمكم ترتيلة الشباب عملوها، لانه احنا عندنا فريق اسمه الكارزين، مشغولين يلفوا العالم ويقدموا الكنيسة للعالم. لصوت السما سامع للإنجيل، خاضع طموحك نشر كلام رب المجد يسوع. لصوت السما سامع للإنجيل، خاضع طموحك نشر كلام بالمجد يسوع. عايش في جهاد، في رجاء، في احتمال، كجندي في الميدان وصخرة للإيمان. عايش في جهاد، في رجاء، في احتمال، كجندي في الميدان وصخرة للإيمان. لصوت السماء سامع للإنجيل، خاضع طموحك نشر كلام رب المجد يسوع. لصوت السماء للإنجيل، خاضع طموحك نشر كلام رب المجد يسوع. تربح بالملايين نفوس ألوف تايبين من كل جنس ولون، هيكونوا في السما شاهدين. تربح بالملايين نفوس ألوف تايبين من كل جنس ولون، هيكونوا في السما شاهدين. لصوت السما سامع للإنجيل، طموحك نشر كلام رب المجد يسوع. لصوت السما سامع للإنجيل، خاضع طموحك نشر كلام رب المجد يسوع. هارب من الأمجاد، منطلق في الخدمات لحساب رب السماوات، يسدد كل خطاك. هارب في الخدمات لحساب رب السماوات، يسدد كل خطاك. لصوت السماء سامع للإنجيل، رب المجد يسوع. لصوت السماء سامع للإنجيل، خاضع طموحك نشر كلام. عاوز اسألكم سؤال عشان العدد مش كبير، ففرصة نتناقش. هديكوا 5 أهداف في الحياة، وهسألكوا عن هدف، قولولي مركزه فين. هدف نربي العيال كويس ونعلمهم كويس. هدف نعمل فلوس ونعيش في مستوى كويس. هدف نعيش عمر طويل بصحة كويسة. هدف نعمل اسم ونبقى أحسن من كل الناس. هدف نروح السماء. هدف بقى الهدف اللي بسأل عليه، نكسب ناس لربنا. قولوا لي نكسب ناس، فين موقعها من الخمسة اللي قلته ده؟ انتوا شكلكوا ايه يعني، بتجملوني؟ لا، خليكوا honest. تاني، بص، بقول عاوز اروح السماء، وعاوز اكسب فلوس، وعاوز اربي العيال، وعاوز اعيش بصحة جيدة مدة طويلة، وعاوز ابقى ناجح في المجتمع واسمي مهم، وعاوز اجيب واحد امريكاني لربنا. دي موقعها ايه دي بقى؟ لا، انا مش بقول المفروض ايه، انا مش بقول المفروض، انا بقول حقيقي جوه قلبك ايه. بصوا، لو قلتوا إجابة مش مظبوطة هقفشكم، هاجي هثبت لكم إن أنتوا مش مظبوطين. ها، قولي. ها، دي نمرة واحد، كتر خيرك. هو ده المفروض؟ لا،
معلش بقى اللي يقول كده هقول له انت غلط، يعني هقول له انت مالكش حق تقول كده لان حياتك بتقول غير كده. قولي ها. ها انا بتكلم الاولويات priorities. احنا كده بنتكلم كلام واقعي، ما دام بتقول الكلام الواقعي، كل المصريين جم هنا عشان يربوا عيالهم ويعلموهم كويس ويجيبوا فلوس، خلينا نقول كده. معلش خلينا صرح، كان طلعان عينيهم في مصر. طب وبعدين؟ يعني ما فيش مانع نروح السماء، دي نمرة 4-5 كده، انما تكسب واحد لربنا لا دي مش في الخطة خالص. خلينا بقى صرحة كده، هل فيكوا حد نايم صاحي بيفكر يكسب واحد لربنا؟ يا بخته اللي بيعيش كده. فانا عاوز اقول لكم ان في هدف اساسي رايح مننا، هدف ضايع مننا اساسي جدا، هو ربح النفوس. احنا موجودين في العالم ده مش عشان نربي عيالنا، العيال هيتربوا، ومش عشان نعمل فلوس، الفلوس بتيجي، ومش عشان الصحة، الصحة دي ليها حساباتها عند ربنا. كل ده مش مفروض نركز فيه، مفروض نركز في حاجة واحدة اسمها الملكوت. والملكوت معناه حاجتين، الناس وانا نروح السماء، وقلت الناس قبلي، الناس وانا نوصل السماء. فرأي اغلب المهاجرين عموما الهدف ده ضايع منه. احنا بنتحاشى المجتمع، احنا بنتفاداه، احنا بنتهرب منه، احنا خايفين منه، احنا بنتهمهم مجتمع فاسد، انما احنا مش حاسين بمسؤولية عليهم. حد فيكم بيفكر انه مسؤول عن الناس اللي في الشارع دي؟ بس الحقيقة هي دي الفكر المسيحي، انتم نور العالم يعني you are responsible، انتم ملح الارض يعني الناس دي هتوصل لربنا ازاي من غيرنا؟ لو احنا فاهمينها صح يبقى ربنا جابنا هنا عشان يوصلنا السماء. احكي لكم موقف شخصي حصل معايا، كنت مع سيدنا انبا بخوميوس ربنا يديله الصحة والعمر في اثيوبيا من 2-3 لما كان قائم مقام، وكان في جنازة البطرك بتاعهم، وكنت يعني بنحكي على الهجرة وبدايات الخدمة بقى اللي ابتداها انبا انطونيوس وانبا بولس في افريقيا وبدايات في اسيا. سرح كده وبعدين قال لي كلمة، الراجل ده عظيم يعني، قال لي انا حاسس ان ربنا عمال يرمي ولادنا في كل بلد في العالم عشان هم اللي يغيروا البلاد دي. فرمى اقباط في امريكا، وحط شوية استراليا، وحط في اوروبا، وحط في كندا، ودلوقتي هيبتدي يحط في افريقيا، ويحط في اسيا، وفي لاتين امريكا، ويبقى كده الكنيسة دخلت العالم كله وهم دول اللي يغيروا بلادهم. شوفوا الرؤية بقى، شوفوا الحلم الجميل. يبقى انتوا لما جيتوا هنا انتوا جيتوا بحثا عن الرزق او الحياة الكريمة او عشان العيال، بس في الحقيقة انتوا جيتوا هنا من ناحية ربنا عشان تجيبوا الناس اللي في الشارع لربنا، بس لغاية دلوقتي انتوا ما خدتوش بالكم من القصد اللي ربنا جابكم بيه هنا. ولو ما خدتوش بالكم بعد الشر لاخر العمر هيبقى في علامة استفهام على خلاصكم، لان اللي ما يعيش رسالته عاوز اقول ايه، هيدخل السماء ليه اذا ما كانش نور للعالم، اذا ما كانش ملح للارض؟ اخر وصية في الانجيل، واخر وصية دايما بتبقى ايه، اغلى وصية عادة، اذهبوا واكرزوا ها للعالم اجمع، او في حتة تاني للخليقة كلها، او في متى اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. دي وصية، احنا we never consider الوصية دي، احنا بنركز على صلوا ماشي افرحوا كويس، بس الحقيقة ودي كمان وصية برضو، وصية اساسية جدا. اسأل سؤال تاني بقى، احنا مش بنكرز، ايه اللي معطلنا عن الكرازة؟ ايه اللي معطلك كابطي بتحب ربنا انك
تخدم واحد معاك في الشغل او واحد جارك وتكلمه عن ربنا. ايه اللي معطل؟ احنا في مصر متعطلين طبعا، فايه اللي ينطق بكلمه يعني مش هيروح بيته. ومع كده انتوا عارفين ان في كتير بيتكلموا. هنا ما فيش شمس ولا قمر، يعني لو نطقت ما حدش هيقطع لسانك يعني. طب ليه ما بنتكلمش؟ سؤالي ليه ما حدش فينا مستعني انه يقول كلام ربنا للناس اللي حوالينا؟ ايه اللي معطلنا؟ ها ما مش بلومكم يا حبايبي، انا بقصد تعالوا نتكلم كلام عملي، الاوبستكلز يعني. ها يعني اللغه معطله لبعض الناس. في بعض الناس مثلا رجاله وستات كبار قديسين، بس يعني قعدت مع ست كبيره قالت لي انا بس لو معايا شويه انجليزي ما كنتش سبت الحته اللي انا عايشه فيها دي خالص، كنت خليتهم كلهم مسيحيين. وبتتكلم بالغيره دي، بس مش عارفه تتكلم يعني. فاذا احد المعطلات ساعات تبقى اللغه، ان هي مش عارفه تتكلم. طيب ايه تاني؟ ومع كده على فكره بتتكلم، يعني على قد الجملتين ثلاثه اللي حافظاهم بتقولهم، وفي ناس بتتاثر بيها على السذاجه دي. ايه تاني معطلات؟ ارفعوا ايديكم. هتفضل حضرتك. برافو عليك. معطل تاني ما تعودناش على الفكرة دي، اذا كنت فهمتك صح، ما تعودناش ان انا اتكلم عن المسيح مع واحد مش مسيحي. ما تعودناش، لان كنا في ظروف دايما ممنوع 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 ماشي. فده بقى معطل نفسي شوية. هتفضل حضرتك. ممنوع تكلم موظف عنك عن الدين، دي من الممنوعات. صح. ممنوع. لكن على الرغم من كده برضو بتبقى عندنا فرصة نتكلم. برافو عليك. يعني مثلا في واحد يهودي كان معايا وحاولت اديله الانجيل واتكلم، بس بره اخده مثلا على كافي بريك حاجة زي كده. برافو عليك. برافو عليك. لكن out of this you can. يس. يبقى في معطلات ليجل، يعني برضو في قوانين تقول مش من حقك، بس خلي بالكم عشان ما نكبرش النقطة دي قوي. غيرنا بيتكلم وبيبشر وماشي زي النار، عشان برضو ايه ما نجملش الصورة قوي. في غيرنا في نفس المجتمعات واخد راحته زيادة، لكن انا طبعا موافق ان في شوية قوانين كده لازم نحترم. ايه تاني؟ تفضل حضرتك. تعيش يا ابونا تعيش. ايه القدرة بتاعت الانسان عشان يقنع حد بالمسيحية اذا كان هو يعني قدير وعارف وتملك من اهي؟ دي بقى مشكلة اساسية، ان احنا ساعات شايفين نفسنا ما ننفعش خالص نتكلم. ما انا بغلط. الله، وهو بطرس ما كانش بيغلط لما كان بيبشر، وهو بولس ما كانش بيغلط لما كان بيبشر، دول بشر برضه. احنا ساعات بيبقى عندنا فكرة ان انا لازم ابقى عشان اتكلم عن المسيح ده انا لازم ابقى كويس قوي. هي الفكرة صح، بس الحقيقة ساعات بناخدها بمبالغة لدرجة نقول انا ما ينفعش اتكلم. لا، السامرية اتكلمت عن المسيح وسايبة الراجل لسه في البيت. يعني اقول ايه يعني؟ يا دوب من اول توبة، لكن مش رايحة توعظ بتقول للناس ما تيجوا تشوفوا. فانا بس برد على حضرتك في انه احنا ما تعلمناش نتكلم، دي نقطة، وخايفين نتكلم لنكون غير مستحقين ان احنا نبشر. بس دي فكرة مش مظبوطة. ليه؟ لانه ما شفناش مبشر لا يخطئ. لا، يعني بولس وهو بيبشر غلط وقال مرقس ما ينفعش، وكان متشبث بموقفه جدا. مرقس ده اللي بشرنا احنا، وبعد كده بولس رجع في كلامه بعدها بسنين وقال مرقس ده نافع للخدمة. لكن حتى بولس غلط، ما فيهاش حاجة. بطرس وهو بيبشر في مرة اتصرف تصرف اللي حضر مننا، مش فاكر امبارح ولا اول، حكاية انه كان قاعد مع اليهود مع الامم وبعدين قام، وكان في حتة رياء كده او محاباة. اذا احنا مش بنفترض ان احنا قديسين عشان نتكلم عن المسيح. طيب ايه تاني اوبستكلز؟ تفضل ور، علي صوتك على طول. ما
ما اختلفناش ان التبشير يبدأ بالحياة، لكن في آية صريحة بترد عليك تقول ايه؟ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز؟ يعني هيسمعوا عن المسيح ازاي إن ما كانش حد يكلمهم عنه؟ فبرضه أنا موافقك إنه طبعا يروا أعمالكم الصالحة، فالسلوك والقدوة أساسية. لما يكون واحد حياته مليانة خطايا فاضحة، لا طبعا هيتكلم يقول إيه بقى. لكن إحنا كلنا عندنا إيه؟ ضعفات. يعني كلكم ناس أتقياء عاوزين تروحوا السماء، بتضعف في خطايا بس بتحاولوا مع نفسكم وبتحبوا ربنا فعلا، فيبقى ممكن. ها مين بعد مرات أبونا يعني بتيجي بتحكي لناس عدة مرات، بتعزمهم تعوا احضروا صلاة، تعوا احضروا بايبل استدي، فعدة مرات مرات لما تلاقي رفض منهم كتير هيك بصير عندك يعني نتفة هيك. أشكرك. برافو عليك. هذا اللي ساعات يكون الفراستريشن الإحباط، ان الواحد جرب يتكلم فالناس اتريقت عليه او رفضته او ما اهتمتش. على فكرة المسيح نبهنا على دي وقال لو رحتوا حتة ولم يقبلوكم ما حصلكش حاجة، عادي جدا، فليرجع سلامكم اليكم. يعني ما تفقدوش سلامكم، متوقع جدا ان في ناس ما تقبلش. المسيح نفسه اترفض من ناس في بلد كاملة اسمها السامرة، ما رضيتش تدخله في وقت. فبرضو الاحباط له دور. ايه تاني؟ تفضل. الاحساس بالتقصير في حياة الواحد في اسرته في خدمته. عليك. عندنا مرض اسمه الاحساس بالذنب. كل اب يقول هو انا عرفت اربي عيالي لما هروح ابشر، وكل ام تقول يعني انا عارف اخلي جوزي يروح الكنيسة عشان اجيب ناس من الشارع. الفكرة دي غلط. ليه؟ المسيح معرفش يجيب اهل بيته. المسيح له المجد، اهل بيته اخر ناس امنه. طبعا مش أمنا العذراء، لا، لكن بعض أسرته في الجليل كانوا بيقولوا عليه مختل العقل، ما كانوش مقابلين حتى. وهو عشان كده قال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه، ومع هذا ده ربنا له المجد. فإذا وارد جدا أن أنا أكون مش ناجح تماما في بيتي، أو لسه عندي مشكلة مع حد من أقرب الناس ليا، وأنجح في الخدمة برضو. تفضل. قال نصلي ان ربنا يبعت فعلا. اشكرك. في دور ايجابي جميل. على الاقل لو انا حاسس بالغيره، اسمها الغيره النار، ان الناس دي خساره تهلك، على الاقل هبقى بصلي لهم طول اليوم، وبصلي ان ربنا يبعت لهم حد يعرف يكلمهم لان انا مش عارف اتكلم. تاني بسال في معطلات اخرى؟ لا، ده في معطل فظيع انتوا لسه ما حدش قاله. اتفضل. اي دكتور. في جزء شخص قدسك قلت. تفضل يا دكتور. ده يعني ناقص عندنا، انما في جزء تاني من الكنيسه. ايوه. لازم اللي يجي، لا انا مثلا كلمت واحد صاحبي امريكان واقتنع بكلامي. انا مستني دي يا دكتور. مش ما انا عارف. فهمتني انت على اجيبه وهو is not welcomed. yes. كل واحد يبص له ده غريب. yes. وليه جه ده؟ يعني زي ما يكون ده حاجه غريبه حصلت في الكنيسه. thank god there is a saint paul in chicago as a model. yes. welcoming church, loving church, accepts everybody. We talk to everybody. سويت أمانت يا دكتور. أنا موافق جدا على الفكرة، بس ما ينفعش تبقى سان بول تشيرش. ما أنا بقول دي موديل. I didn't say it's the yeah. only one. أنا... لأن كل الكنائس بتساعد وبتحاول تعمل كده. Thank you دكتور. طيب أراجع اللي أنت قلته. في عيوب شخصية معطلانة، إن أنا حاسس إن أنا مش كواليفايد للشغلة دي، أو إن أنا وحش ما ينفعش، أو إن ما عنديش لغة تخليني أنفع، أو خايف يحرجوني، او جربت مره ففرستريتد. انما في عيب ميجر، ان احنا ككوميونيتي مع بعض وي ار نوت ريدي للموضوع ده. زي ما قال الدكتور، لو انت جبت واحد صاحبك وانت عمال تكلمه عن ربنا وداخل الكنيسه مش هيكمل ساعه وهيطفش ومش هيرجع تاني. وطبعا لو قلنا ايه اللي هيطفشه هقعد معاه كل تاني يوم. يعني ايه؟ في اسباب كتيره قوي منها السبب ده، انه يطفش.
مش هيلاقي نظام، مش هيلاقي نظافة أحيانا، مش هيلاقي احترام، مش هيلاقي ترحيب، مش هيلاقي لغة يفهمها، مش هيلاقي أكل عادي بيأكله زي البني أدمين العاديين، بيلاقي حاجات تانية، مش هيلاقي حاجات كتيرة قوي. فهيحس أنه، خلي بالكم اللي عاوز أقوله، هيحس أنه to be a real Christian he should be Egyptian. وفي الحالة دي مش هيك. And that was exactly the problem in the first century. مين يقول لي؟ أي برافو يا أبي. طبعا أن الأمم في الأول كانوا فاكرين أنه عشان يبقى مسيحي لازم يعدي يبقى إيه الأول؟ يبقى يهودي. فكانوا هيقفلوا خالص، لغاية لما بولس وقف بقى وقفة أسد وتحدى، بالرغم أنه كان يهودي متعصب، وقف وقفة تاريخية وسنده بطرس على فكرة، لأن بطرس كان شاف الملاية، وسنده يعقوب والرسل كلهم وقفوا معاه وتحدوا اليهود كلهم وقالوا لأ، الكنيسة كنيسة الأمم مش لليهود بس، كنيسة بتاعت المسيح مش بتاعت المصريين. احنا بقينا عندنا نفس الأزمة، احنا بقينا بنيجي الكنيسة عشان نروح مصر مش عشان نقابل المسيح. طبعا دي دمرت الحياة. لا، الكنيسة مش معمولة عشان ناكل الفول، طبعا الفول كويس ما فيهوش خطية، انما فكروا في الحتة دي احبائي، لان احنا دي مشكلة، مشكلة صعبة. انتوا ناس بالنسبة للمجتمع حتى المسيحي اللي في امريكا ناس اتقياء، لان حتى المسيحيين الامريكان ما بيصلوش بنفس الدرك، ما بيخافوش ربنا بنفس الدرك. ودي مش مجاملة ليكم، احنا تربينا تربية حلوة، كنيستنا قوية، مربيانا كويس، ومحسسانا دايما بالضمير انه لو فكرة وحشة تبقى مش مسامح نفسك. فاحنا نشكر ربنا على العز اللي خدناه. طيب مش انتوا اللي مسؤولين بقى ولا ايه؟ امال مين مسؤول؟ طيب فاحنا لازم نفكر هنكلم مين، ولما نكلمه لما يجي هنستقبله ازاي. وطبيعي لما يجي لقينا، هتصور، هتخيل بقى حاجة، حلم كده، جي لقى ناس وشها كده مبتسم، حاجات مش موجودة طبعا، وبيحبوا بعض قوي، مؤدبين قوي، صوتهم واطي، منظمين جدا، مرحبين خالص، بينسوا نفسهم عشان الجديد اللي داخل عليهم، كلامهم بسيط، متمسكين تماما بلغة البلد اللي عايشين فيها. لو لقى كده طبعا هيدخل يقول أنا رحت السماء، أنا مش هسيب المكان ده أبدا. يبقى زي ما انت لو تشبهت بالمسيح هتبقى كارز ناجح جدا، الكنيسة لو تشبهت بالسماء هتبقى كنيسة جاذبة. احنا كنيستنا مش شبه السماء، في طقسها شبه السماء، الايقونات دي شبه السماء، المسبح ده شبه السماء، الالحان شبه السماء، بس احنا لمؤاخذة مبوظين جو السماء، لان في السماء مفيش بقى ايه ناس تتكلم على بعض، وناس تعلي صوتها، وناس ما تحترمش بعض، وناس تكشر في وش بعض، ما فيش كلام زي كده. فلو عاوزين نكسب الناس، مش مستحيل على فكرة، صدقوني مش مستحيل، ده سهل، سهل، لأن الناس جعانة، الناس برة جعانة، ولأن احنا عندنا كل حاجة، الروح القدس هنا، والجسد والدم هنا، والملائكة هنا، والقديسين هنا، والسماء كلها هنا. فاحنا يعني احنا empowered يعني، بس احنا مش زليانين بدي. لو احنا اشتغلنا بقى الاتجاه ده، كل واحد فكر، مرة حصلت في كنيسة من الكنائس كان كاهن جريء كده قال لهم ايه رأيكم بعد الشهر كل واحد فيكم هنعمل يوم لازم يجي ومعاه واحد من اهل البلد، ما كانتش في امريكا، فبقوا شهر بيصلوا ومتفقين على يوم ما فيش واحد مسموح له يدخل الا ومعاه واحد مش مصري. فكان كل واحد بقى جايب الزبون بتاعه وعاوز ايه يعني يحسس عليه، وخايف ايه يطفشوه، بس لان كلهم بيفكروا بنفس الطريقه فكلهم كانوا يوميها مؤدبين قوي على غير العاده ومنظمين قوي ويلكمينج قوي. ليه؟ ما بقتش انا بس اللي جايب واحد
عاوزه يعمر، لا واخويا كمان والتاني والتالت، فحتى اللي شايف منظر ما كانش بيعجبه في الشارع قفل بقه وغمض عينه وقال لا نعديها النهاردة. ليه؟ ما ده جاي من الشارع، كويس انه جه. فبيوم واحد اتحقق ونجح تماما لمجرد اتيتيود اتغير، ان كل واحد بقى واعي ان الكنيسة دي فرحة ربنا بيها لما تضم ناس، وتضم مش اقباط، لا لا، وهم الاقباط والامريكان بالنسبة لربنا يفرقوا؟ يعني هو مات عشان المصريين، ما ماتش عشان الامريكان. ما احنا ساعات بتبقى تفكيرنا في حتة مش مظبوطة. وبعدين اسود والله ابيض تفرق مع المسيح في ايه؟ ولا تفرقش حاجة. تعرفين كلكم بلاد افريقيا بترسم المسيح وشه غامق، اه طبعا، ليه؟ مسيحهم، احساسهم ده مسيحهم. طب هل احنا عندنا الاتيتيود ده؟ احنا احبائي النقلة دي مش صعبة. احنا ساعات بنتخيل انه مستحيل الامريكان يدخلوا عندنا، لا مش مستحيل خالص، لا ده العادي، لان المسيح اللي هنا صاحب البيت دعيهم، صاحب البيت مش انت ولا انا، صاحب البيت، البيت ده اتعمل عشانهم. وطبعا بقى مين اللي هيستفيد اكتر؟ ناس هيستفيدوا من القصة دي غيركم وغير الامريكان، مين؟ ها؟ عيالكم. ليه؟ ليه عيالكم لو شافوا النقلة دي تفرق معهم؟ يلا ارفعوا ايديكم خلينا نشوف مين بيتكلم. هتفرق ليه؟ اولا عندهم احساس انفيريوريتي، انه بيجي الكنيسة يفتكر انه مصري، هو عاوز ينساها بس بيضطر. مثلا ايه تاني؟ تفضل. برافو عليك. عندهم زملائهم نفسهم يقولوا لهم what kind of life they live، بس مش قادرين. لكن لما يلاقي الكنيسة نصها أمريكان يقدر يجيب صاحبه من المدرسة، لأنه أصبح إيه؟ أصبح جو طبيعي، ما أصبحش جو abnormal يعني أو غريب، لا لا ده جو طبيعي. إيه تاني؟ ليه عيالنا لو طلعنا الطلعة دي هيبقوا أسعد ناس؟ تفضل. برافو عليك. ساعتها هو عنده عقدة انه في الكنيسة شكل وفي الشارع والمدرسة والكلية شكل تاني خالص. يوم ما يجي هنا بيتكلم نفس اللغة وبيضحك نفس الضحكة وواقف مع امريكاني وبابا واقف جنبه او مامته، يعني الدنيا طبيعية، هتبقى نفسيته سوية. الكونفليكت الفظيع اللي في الشباب انه عايش بوشين، وش مصري بيحاول ينساه ووش امريكاني قاعد فيه 6 ايام. لكن لو الجزء بتاع الكنيسة كمان ساعده انه يبقى هو نفس الوش، مش جاي هنا حاجة غريبة. ايه تاني؟ ها شيرين. احنا بنحسس ولادنا ان احنا ريسست، متعصبين، او ان احنا منغلقين. النقلة دي هتمشي مع هواهم جدا، نفسهم هم تتفتح على الدنيا وعلى النجاح وعلى كل. تفضلي. كتير قوي 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 موجودين حواليا في الحته اللي انا ساكنه فيها، لا معلش كانوا عايزين يعملوا. خليني في اجابه السؤال يا مدام. نعم؟ انا بتكلم على الشباب، معلش عشان اجيبهم. ايوه ما انا بتكلم عشان اجيبهم. فشفت الجودز بتاعهم مختلفين قوي، واحده منهم حلوه قوي قوي قوي. قلت لها منين الجمال ده؟ قالت لي ما اعرفش. قلت لا، لازم في حد بيعمل كده. كويس كويس. ارجع للسؤال معلش. انا بقول ليه ولادنا هيستفيدوا جدا لو كنايسنا استوعبت فكر الكرازة وبقينا كلنا عواجيز، ستات رجالة، بنعرف انجليزي ما بنعرفش، واعيين للهدف اللي قاله المسيح. عيالنا هيستفيدوا ايه تاني؟ تفضلي. راح يشوفوا أولادنا إنه باباهم ومامتهم أثروا على ناس أمريكان وإجوا، فبيصيروا يقولوا إذا بابا وماما أثروا على الأمريكان إحنا كيف مش راح نتأثر؟ برافو عليك. هم كمان هيشربوا الروح، هيبقوا هم كمان كارزين. إذا كان بابايا اللي الأكسنت بتاعه مش قوي عارف يجيب زميله من الشغل، طب أنا بالأسهل إن أنا أجيب زميل اللي في الكلية. ها تفضل حضرتك.
اوكي اوكي. احنا مثلا لسه هنتجوز بقالنا فوق 35 سنة. يا الناس بتيجي جداد محدش بيقدمهم نقابلهم نايس ميتينج يو باي باي وانتهت الستوري على كده. سواء غريب او قريب مش عارفين نقرب لبعض. هل الكلام ده موجود هنا في شيكاغو؟ ما اعرفش انا مش عايش هنا بس. فالعمليه زي ما تكون واحد يجي الكنيسه لاول مره محدش بيعرفه. اوكي مصري او امريكي. اوكي انا باكد على اللي حياتك بتقوله ان احنا ناقصنا ويلكمينج اتيتيود وفولو اب اتيتيود وحاجات كتيره عاوزه تتظبط فينا احنا. يعني منظرنا احنا وموقفنا من الناس لازم يتغير وبالتالي نكسب. انا ما زلت حريص ليه؟ احنا عندنا ازمه في كل كنائس المهجر. الشباب بيسيب الكنيسه. We have to face it يعني. ما ينفعش نغمض عينينا. عندنا فاقد في الشباب لا يقل عن 50%. هل اللي بقوله مبالغ فيه؟ كلكم موافقين؟ في مصر بس. وفي مصر الازمه مش قليله طبعا. بس انا بتكلم هنا اخطر ليه؟ يس يس ابونا انا معاك. وطبعا في مصر احنا عندنا ازمه شباب برضو عمالين نشوف علاج. لكن هنا الاخطر ليه؟ لو ساب الكنيسه يعني الشاب في مصر لو بعد عن الكنيسه بيفضل مسيحي ولما بيتجوز ويهدى كده اهو بيرجع للكنيسه تاني ان كانت مراته عقله تهديه او لما يجيب عيال بيختشي شويه وايه يقول لك يا رب عيالي في الكنيسه. ففي كده ايه خط رجعه. مشكله هنا اوحش مش كده؟ لانه لو بعد عن الكنيسه لا احتمال يفضل فور لونج ملوش خلاص في ربنا. ممكن يتحول الى معتقد اخر او يلغي ربنا من حياته او خلاص الهيستوري بتاع الكنيسه بالنسبه له واز نوت جود فهيقفل الصفحه دي. فهنا انا بخاف اكتر. ليه؟ لانه كل بلد بروحها هي نفس الماساه. ابني بقى يهودي، ابني بقى ملحد، ابني اتجوز واحده بوذيه، ابني اتس نوت ايزي انه يرجع. طبعا ربنا قادر لكن ده جرس انذار، ده نور احمر مش كده؟ لو بقى ابني من بدري من الهاي سكول جه الكنيسه ولقى ان كل يوم في اكتيفيتي ومثلا ثلاث ايام من الكنيسه الاكتيفيتيز مفتوحه للكالتشر للامريكان، طب ما هيكمل لان هو هيلاقي دور يعمله. هو النهارده اغلب الشباب مش لاقي دور حقيقي جوه الكنيسه. توافقوا على دي؟ اغلب الشباب فيش غير خمس ست شمامسه من 50 شاب مثلا، والبنات مش شمامسه فمحسوبين بره مثلا. طب وبعدين؟ طب هنعمل لهم دور ازاي يعني؟ وهل كل دول هيبقوا خدام مدارس الاحد؟ ما ينفعوش. طب وبعدين؟ هيفضل يتفرج؟ لا هيزهق وعاوز دور. انما لو الكنيسه اتفتحت لادوار جديده، ادوار في المجتمع بقى في اسمها خدمه، طبعا في خدمات هنا جميله زي الهوملس ساعات زي مش، لكن اصبح في خط اوتريتش كده واضح، خدمه الجيران والمجتمع والكليه والمدرسه انتوا عارفين ان في بعض البلاد ما اعرفش عندكم موجود ولا لا، في اسر جامعيه تبع دين اخر معموله هنا في البلاد. تصور بقى لما تبقى في أسرة مسيحية في الكلية والكنيسة محتضناها وولادكم اللي في الكلية دي مش بس بيلموا بعض، لا دي أسرة مسيحية، ده هم جوه الكلية بيلموا كل الشباب يعرفوهم بالمسيح. فأصبح في نوع من الخدمات جديد مش مدارس أحد. فاستوعب لي تلت الشباب. فإحنا لازم نبتكر فورمات جديدة تستوعب الشباب. لكن هنفضل نقول مدارس الأحد، مدارس الأحد بتاخد 3-4% من طاقة الشباب، طب والباقي ده هيعمل ايه؟ وبعدين الطفل نفسه لما يلاقي الكنيسة بقت داخلة في المجتمع زيادة، انتوا عارفين ملح الأرض، مثل الملح ده بالذات عشان لازم يدوب، احنا مش عارفين ندوب، خلي بالكم. يعني فكرة أنتم ملح الأرض لا تنطبق علينا ككنيسة دلوقتي. ليه؟ احنا مش دايبين في المجتمع. حد يقدر يقول غير كده؟ احنا مش دايبين. حتى القدام فيكم طبعا في المجتمع ناجحين جدا واللغه هايله
وأنجح حتى من الأمريكان، لكن على البيرسونال ليفل يعني إيه؟ لكن على مستوى الكنيسة، هل الكنيسة بقت جزء من المجتمع الطبيعي لسه بدر؟ لأن إحنا مقفلين أبوابنا علينا زيادة وخايفين زيادة. عارفين دي بتفكرني بإيه؟ بإن المسيح ما قامش لما كانوا الرسل قافلين على العلية وخايفين ومرعوبين، لما المسيح ظهر وسطيهم وقال لهم إيه ده؟ مش في قيامة ولا إيه؟ المسيح قام، يلا افتحوا الباب، افتحوا الباب واطلعوا للعالم. ليه؟ انتوا فيكوا قوة، قوة القيامة، فافتحوا الباب، الناس هي اللي تجيلكم وتطلعوا تجيبوهم، وانتوا اللي أقوى من الناس، اللي فينا أقوى من اللي في العالم. احنا مش بنفكر في كده، احنا بنبص للعالم كأنه أقوى مننا، احنا مش قده، احنا بنخاف على عيالنا منه. لا لا، ده احنا اللي هنغيره، واحنا اللي هنجيب عيالهم، مش ياخدوا عيالنا، احنا نجيب عيالهم ونعقلهم. ده الفكر المسيحي المظبوط. عارفين لما يقولوا اقوى وسيله للدفاع الايه؟ الهجوم. الهجوم، احنا بندافع عن كنيستنا بس بطريقه سلبيه جدا. نو no. احنا اللي وي شود اتاك العالم، طبعا مش بطريقه ميليتري يعني، لحسن حد يسجل عليا. احنا بنهاجم بالفكر الروحي، وده كلام بولس لما قال ايه؟ مستعدين للانتقام على كل عصيان، مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أنا برمي فكرة يا جماعة، وأتمنى وأباء القديسين اللي هنا أنا بحبهم جدا يعني من قلبي، وشايف إن هم ربنا مختارهم لرسالة كبيرة، أتمنى نعيش كلنا الفكرة شوي، وانتوا كشعب يا جماعة يتعطلوا، وده العادي غالبا، يا إيه؟ يا يتشجعوا. خلي بالكوا كنيسة القبطية كنيسة شعب، الشعب هو صدقوني أقوى صوت في الكنيسة، وأنا عارف بقول إيه، أقوى صوت في الكنيسة صوت الشعب. لو الشعب اقتنع بحاجة كلنا بنمشي وراها، وإحنا الكهنة، فاهمين الفكرة؟ فإحنا كنيسة شعبية، نفتخر بحاجة زي كده، وده تاريخ 2000 سنة، إحنا كنيسة شعبية. لو انتوا كلكم اقتنعتم ان احنا نفتح ابوابنا وتبقى الكنيسة تضم الذين يخلصون، يبقى عندنا فيجن واضح ورؤية واستعداد وبنشتغل في الاتجاه ده، مين يقف قصادكم اذا كان ربنا نفسه عاوز الحكاية تمشي؟ تفضل حبيبي يا رب. اتفضلي حضرتك. لو الملاحظ يا ابونا ان الناس اللي ما كانتش في مصر بتروح كنايس كتير، بيجوا هنا البلاد المهجر بيقربوا اكتر لربنا، لان ما فيش حاجه حواليهم تاني، يعني اقرب حاجه لينا الكنيسه، بنعتبرها ان دي يعني اسرتنا الكبيره. فيعني انا بقول حكايه ان الناس بتيجي امريكا تبعد عن الكنيسه، انا في رايي مش صح، لانه يعني لا انا مش بتكلم على الكبار يا مدام، انا بتكلم عن ان في نسبه عائلات متدينه وحلوه بس ولادهم من اول الهاي سكول وطالع بيبتدي النزيف يشتغل، يبتدي وي ار لوزينج كبرسنتج. طبيعي اللي حضرتك بتقولي اللي بيجي من مصر عاوز يلزق في الكنيسه اكتر من مصر، دي حته كويسه انا مش ضد دي، بس بيلزق في الكنيسه وما عندوش فكر كرازي، هو بس خايف على روحه. طب قدسك تشجع الاقباط يعملوا مثلا زي المورمن يروحوا يخبطوا على البيوت ويدوا نفسه؟ استني على دي، بصي نعمل ايه بالظبط؟ لا لا، هي مش هي معاها حق، it could be one of the ways. نعمل ايه؟ دي بقى طلعه تانية. يعني ايه الاهم من اللي حضرتك بتقوليه؟ الاول نقتنع كلنا، وتبقى دي فكره او وصيه ملحه، اذهبوا وكرزوا للعالم اجمع، احساس المسؤوليه الاول. بعد كده بقى لما نصلي ونقعد ونفكر مع أبائنا هتطلع أفكار كتير قوي، هتتولد أفكار بلا عدد، في المدارس إيه، في الكليات إيه، في السوبر ماركت إيه، نعدي على البيوت ولا لا، طب نعمل إيفنت في الكنيسة، طب ناخد هول كبير ونجيب حد من الشباب يتكلم هو، طب نعمل بايبل ستادي في الكنيسة في يوم كله أمريكان، طب تطلع 100 فكرة. بس لما يكون في أتيتيود، فاهمين؟ لما يكون الكل مقتنع بالفكر بالاتجاه ده، اتجاه، بعد كده الاخراجات مختلفة. متفضل يا ابو.
مش عارف ادي لقدسك المايك. خلاص كتر خيرك يا قدس ابونا يوحنا. ثانك يو. الشهر القادم ان شاء الله الفيستيفال السنوي بتاعنا بتاع الكنيسه في سانت لويس في الميعاد اللي جه قداسه البابا شنوده دشن الكنيسه فيه. موصيين الناس انه كل واحد ياخد من الفلايرز بتاعت الفيستيفال دي لزمايله في الشغل، لزمايله في المدرسه، للجيران. عملوا اعلان في الراديو المسيحي بتاع البلد علشان يحاولوا يدعوا زمايلهم واصحابهم من المجتمع الامريكي داخل الكنيسه. المنيو اللي معمول زي الاكل اللي هم بياكلوه، مش زي الكالتشر المصري اللي احنا واخدين عليها بالطبيعه بتاعتنا. الهدايا اللي بنحاول نقدمها، الجو بتاع اليوم، بنحاول نعمل لهم تورز في الكنيسه عشان نعرفهم بتاريخ كنيستنا والى اخره. مره على المستوى الشخصي لقيت واحد جه وعمال يصور الكنيسه من بره، فكنت انا موجود دعيته ودخل وكلمته عن الكنيسه وكلمني عن نفسه، هو استاذ في الجامعه. لما عرف عن الكنيسه بتاعتنا قال لي اتس هيدن تريجر. يس، يعني انتوا حاجه ثمينه جدا. فيري جينوين وفيري اوريجينال وفيري بيبليكال، بس مقفولين على نفسكم. ليه مش بتورونا او ليه؟ ثانك يو. وهقول حاجه ثانيه، معلش طولت وسيبها. بالناحية الولاد بتاعتنا بيبقى عندهم زي، يعني مش عايز اسميه صراع، لكن عايز اسميه زي تشالنج كده. هل الكنيسة مجال روحي لمقابلة المسيح والاستعداد للسماء، ولا هي مجال مصري بيجتمعوا فيه المصريين المختلفين في طريقتهم وكلامهم واكلهم وشربهم وضحكهم وقعدتهم وحوارهم عن المجتمع اللي برا؟ فكتير انا بقول للناس بتوعنا مش كل الكالتشر اللي حوالينا مش كلها وحشة عشان نرفضها، والشكل اللي احنا جايين بيه من مصر مش كله فضائل، مش كله حاجات مناسبة، او مش كله حاجات متفقة مع روح الانجيل. والكلمة اللي قالها نيافة الانبا موسى في مرة، زي نبقى يو شيبت كوميونيتي مش او شيبت مقفول على بعض، عشان اللي يدخل وسطينا يلاقي جو احتضان من الكل زي ما الاخ كان بيقول، زي ما قلت سكوت من شويه. ثانك يو. ثانك يو ابونا تعيش. مين اوكي نسمع الكل، اراء كلها حلوه. انا عايز اقول اذا كانت اللغه معطله لبعض الناس اللي يحب ينشر الكلمه، ممكن الكنيسه تعمل دورات تدريبيه دورات للغه نفسها داخل الكنيسه. طبعا متبرع. طبعا بدل ما ياخدوا بره هتبقى مكلفه. أشكرك. عليهم. اشكرك. ومشوار عليهم. طبعا ممكن الكنائس بالذات يعني للمهاجرين الجدد تعمل لغه انجليزيه عشان يساعدوا المهاجرين الجدد يتاقلموا مع المجتمع. وراك حبيبي، عشان في واحد ورا خالص. ايوه معلش رفع ايده من بدري. طب بلاش، يلا. اللي بستغرب له يعني حتى مصر تلاقي الكنيسه الارثوذكسيه وفي كنائس كاثوليك في الظاهر، مثلا دخلتها تلاقي النظام في الكنيسه الكاثوليكي ممتاز. ما فيش هرجله، ما فيش عيال بتجري، ما فيش صوت، ما فيش بعضها. هرجله وعدم النظام. شكرك. تكلم بعضها والناس ما بتصليش. ده ايه السر؟ ما هو دول مصريين ودول مصريين، دول في الكنيسه ودول في الكنيسه، بس ليه لغايه دلوقتي؟ انا يعني وصلت في العمر ارزاله، لكن مش لغايه النهارده مش عارف. ده سر من الاسرار طبعا. اشكرك جدا على التعليق ده. طبعا احنا، ما هو ده يأكد ان الكالتشر صوته زي ما يقول سابونا بيقول اعلى من الروحانية. الكالتشر الغير منظم صوته اعلى من العبادة نفسها. العبادة بطبعها تقصية، يعني منظمة. يعني ايه عيل يجري في الكنيسة؟ يعني ايه موبايل يرن؟ يعني ايه الناس تبتحكي؟ يعني ايه الجزم تبقى مرمية في كل حتة والشربات راحتها صعبة؟ يعني ايه ده كله؟ كل ده كالتشر لا يمكن يدخل واحد امريكاني.
سوري يا ابونا، انا احساسي انه انا عايزه يعني اضم صوتي القدس كابونا في ان القضيه قضيه اقتناع. يعني الليل المصريين في نفس الحته مختلفين، ثقافه الزحمه، واحنا جايين بيها بثقافه الزحمه دي، بيسموها ثقافه الزحمه. بس هي القضيه انه احنا مقتنعين بانه احنا محتاجين نتغير، مش بس عشان يا ريت الكنيسه منظمه، هو طبعا يا ريت، بس احنا كمان عشان نكسب ناس. انا احساسي انه نرجع للقدس، سيبنا من البراكتيكاليتيز بقى، يعني القضيه ازاي نقتنع الاول فعلا، نتملي نتشبع بالفكره وبعدين نخدم عليها، فنكتشف انه عدم نظامنا في جو جديد. عشان نكسب ناس جداد لازم نتنظم، مش عشان نخليكم حلوين وانه لطاف، لكن علشان احنا محتاجين ده، علشان الفكره دي اللي احنا اقتنعنا بيها. فانا احساسي انه هي القضيه قضيه اقتناع، يعني انا يعني شايف الفكره دي هي اللي محتاجه تتفرش الاول زي ما قلت. يعني انا باكد الكلام او بعيد ترجمته يعني. لا بس حضرتك اثرت نقطه فظيعه، انه احنا لازم ننظم كنايسنا تماما، لانه الناس هنا لا تحتمل قله النظام. فاذا كنت عاوز ادخل واحد لازم اعرف لغته، احد اجزاء لغته انه مفيش حاجه اسمها نزق في الطابور، مفيش حاجه اسمها مفيش طابور. احنا اساسا لما نيجي ناخد لقمه البركه، انا دايما اقول الحته دي مع الخمس خبزات، المسيح وزع خمس خبزات على 5000 عيله ومحدش زق حد ومحدش اتخطى حد. كنيسه فيها 100 نفر، تعالى وزع لقمه البركه، كأنك محتاج معجزة. 5 ايدين في نفس الوقت وبيدخلوا عينين بعض وحاجات، ليه كده؟ ايه الصعوبة ان هم يقفوا طابور وكل الناس تخلص في بالراحة؟ فاحنا طبعا انا معاك جدا في ان قلة النظام دي معوق. مين تاني هيضيف؟ نسمع كل الاراء. اللي معاه المايك يتكلم، تفضل. اسكيوز مي، تفضل. انا بس كنت عايز ارجع لنقطة قدسك على الشباب المظلوم بتاعنا. في نقطتين انا بشوفهم في الكنائس الثانيه، في الكالتشرز الثانيه زي الجريك زي اليوروبيانز، عندهم نقطتين مهمين جدا. بيعلموا ولادهم اللغه بتاعتهم، ده ما بيخليش الولاد يكرهوا البلد اللي هم جايين منها، عشان ازاي انا ابشر بحاجه الكنيسه بتاعتي مصريه قبطيه ارثوذكسيه، فانا مش عارف اتكلم عربي، انا بحس ان انا البلد دي مش بلدي. تاني نقطه، انا مش هنا في كنيستنا مش بنحبب الشباب في مصر خالص، احنا كل اللي بشوفه ان احنا بنحبب الشباب في تاريخ الكنيسه. لا معلش اسمح لي، معلش انا معترض لسبب. انا موافقك جدا ان اولادنا لازم يبقوا مرتبطين بمصر، بس احنا دلوقتي بنناقش قضيه اخرى، بنناقش قضيه الكرازه، ان ربنا حطنا هنا عشان نجيب الناس دول للمسيح. لما تقول لي one of the main targets للكنيسه ان عيالنا ترتبط بمصر، اقول لك this is not the main target. No. ده ضد الوصية اللي قالها المسيح. المين تارجت ان الناس تعرف المسيح. انا مصري اصيل ومش هسيب بلدي، لكن انا باكد لحضرتك انه وهو بيكرز بالمسيحية هيفتخر انه مصري، صدقني. وشفتها في ولادي اللي راحوا افريقيا واسيا، بيفتخروا انه هو ابن ماري مرقس، وبيفتخر انه كنيسته كنيسة شهداء، وبيفتخر ان كنيسته كنيسة أثناسيوس وكيرولوس، وهو بيقدم المسيحية لواحد غير مسيح. لكن كوني احط هدف اساسي او الهدف الاول للكنيسة في المهجر ان يرتبط شعبها بمصر، ده مش هدف روحي خالص، لا ده هدف قومي وهدف محترم، لكن ما يجيش نمرة واحد، يجي بعد ادراكي بالرسالة اللي انا عايش ليها، لان الخلاص ليس للمصريين بل للكل. ابونا مش نمره واحد، لا انا ما بقولش ان هو نمره واحد، انا بحس ان الناس في ناس كتير بتدي ايمج وحشه جدا لمصر. موافقك، ما عشان هم مش واعيين اساسا بالكرازه. اشكرك. طبعا طبعا. مين تاني هيتكلم؟ ها كويس ان الكل متحمس للمناقشه، اتمنى ما تكونوش زهقانين. يا ابونا الكرازه او حب الكرازه هي فن ومواهب، موهبة. فأنا بحب أن الكنيسة تخرج الشباب الصغيرين، تعطيهم كورسز لهذا. بعدين إحنا، أنا من الأردن، وإحنا في الأردن بنحب المصريين كتير، وبنعتبر أنه
الكنيسة المصرية هي صخرة لكل المسيحيين في البلاد العربية، وإنه هم أقوياء ومروا في تجارب منذ الفتوحات إلى الآن، ونشيد بالكنيسة المصرية لأنها هي قوية وهي صخرة لكل الكنائس الشرق الأوسط. بعدين في إشي تاني، في الأيامات هاي في الفضائيات المسيحية الموجودة، هي زي ما تقول بتخدر الرغبة فينا إنه نكرز، لأنه إحنا منشوف إنه اللي أجوا مقابل الكرازة، الكرازة الفضائيات، هم أكثر من probably من اللي جابهم القديس بولس أو الآباء الأولانيين. فهي الإلكترونيات، العصر الإلكتروني منعيش فيه إحنا، إنه الفضائيات هي مفروض الكرازة تكون خلالها. أشكرك جدا. طبعا دي إضافة هايلة يا جماعة، لأنه لو كل كنيسة عاملة سايت قوي، السايت ده مش هيخاطب ولادها، السايت ده هيخاطب المجتمع كله، فده واحدة من أدوات الكرازة. ما أنا عندي شباب كتير مش لاقي نفسه، طب الشباب ده يقدر يشتغل على السايت ويحط ماتيريالز ويعمل فيديوهات ويطلع سايت قوي. ما النهاردة التنافس في السوق مش على الاجتماعات، لأن اجتماع فيه 100-200 السايت بيبقى فيه 10,000، فيه 100,000 ممكن يدخله، فأصبح الصراع صراع ميديا. الميديا طبعا في مصر ما زالت باللغة العربية، مفيش غير سي واي سي ناو مثلا اللي بيدي انجليش، كويس، حاجة كويس، بس الموضوع أكبر كتير قوي من وان شانل أو وان سايت. فإذا برضو كل ده لو أنا واعي بالرسالة هشتغل في الاتجاهات. فضلي أبونا، أنا عايز أرجع للنقطة اللي هي ليه ولادنا بيسيبوا الكنيسة. As a former Sunday school teacher, retired I should say, not former, as well as I raised three boys in the Coptic Orthodox Church, and it was not easy. But I can tell you why my children have a difficult time with the church. Yeah. Number one, definitely the fact that we are separated. Mom and dad are always separated. And they feel that they always have to sit separate from their friends. If they bring a friend who is a girl, they are bothered by that. And the fact that we jump from English to Arabic to Coptic and back to that, they feel like they're losing their thought constantly. Another thing, we are judgmental. Mm-hmm. In our church, sadly, we are very judgmental, even though they are three wonderful, perfect, in my eyes anyway, perfect boys, but they were still judged tremendously for their misbehavior or their running or this or that. And as a church, we need to extend, like Abuna said about the festival, that's wonderful. We are letting the people know that we have a church here. Yeah. But we're not doing anything to include the outsiders, and that's what we need to be working on. For example, Abuna does a wonderful job with doing, because my children don't want to come to church, or we are still trying, they haven't left the church, and they won't if I can help it. But they are concerned when they do get married, where are they going to get married, and how are they going to communicate? Are we going to go to this church or that church? And truthfully, they are starting to go to the Greek church or to the cathedral downtown in St. Louis. But they still come to the church once a month because it's a promise to me to take the communion there, because I encourage them not to. But they're 30, 28, and 27. I don't have much control over them. But I can tell you this is exactly what has hurt them from the church, that they were always judged as bad boys, and they can't have their friends come. And we just focus on, again, the tradition, the liturgy, the Coptic, and not the actual spirit or the worship, the idea of worship. Thank you so much. هناخد تلات أراء بس عشان الوقت. Excuse me. أولا في حكاية التبشير دي مواهب. No. مش كل واحد. No. Sorry. Wait a minute. التبشير بمعنى الوعظ مواهب. التبشير one to one مش مواهب. It's a commandment. يعني معلش الحتة دي excuse me. Let me بس أعلق وهكملي كلامك.
الكنيسة الأولى اللي كانوا بيبشروا الشعب، الشعب هو اللي كان جوه المجتمع، فكل واحد بيقول للتاني تعالى وانظر. بس هما كانوا متأكدين انه لو جابوا واحد ليوحنا او لبطرس او ليعقوب مش هيطفشوا، هيصطادوا. لكن كان دورهم ايه؟ زي السامرية، تعالى 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 عندنا حاجة حلوة. فالشعب هو اللي كان بيعمل الماركتينج اكتر من الليدرز. الكهنة هما اللي هيكملوا المشوار. يعني ايه؟ ابونا قاعد في الكنيسة هيستقبل، هيدي حب، هيدي ابوة، هيدي تعليم، هيعمل كاتيكومن موعوظين لغاية ما يستوي يعمده. فايه؟ انتوا الصيادين واحنا ايه؟ اللي بنوزع السمك، يعني الطباخين. فمعلش بلاش نقول ان دي مواهب بس، لا، الوصية دي لينا كلنا يا جماعة. ليه؟ لما المسيح قال انتم نور العالم كانت وعظة للناس كلها، ما كانتش للرسل. دي جزء من الموعظة على الجبل، انتم ملح الارض، دي مش للرسل، مش للكهنوت، دي للكنيسة كلها. وعاوز اقول لحضرتك حاجة، اكتر اللي تعمدوا في مصر ما جوش عن طريق كهنة ولا وعظ، اكتر اللي تعمدوا في ظروف صعبة جم بسبب personal relationships. وانا متأكد من اللي بقوله، اكتر من 90%. بنكمل بعد كده بالوعظات والكتب والتلمذة، لكن البداية ايه؟ كان واحد في الشغل، كان واحد في الكلية، كان جاره، كان الخبرات دي هي اللي جابت الناس. الشعب هو الكارز الاول. سوري ان انا قطعتك، سامحيني، تفضل. الحاجة التانية، انا ليا بنت متعمدة في الكنيسة القبطية طبعا، اتجوزت سويسري وعندها بنتين، they look very white. فلما بجيبهم الكنيسة بيحبوا وتعمدوا في الكنيسة القبطية، لما بجيبهم الكنيسة الاباء بيبقوا بيحبوا، يعني ابونا مرقس المرة اللي فاتت سألهم انتوا اسميكوا ايه وكده، فارتاحوا لابونا مرقس وابونا روحانا. اللي تعبهم زمايلهم في المدارس، قالوا عليهم the whiteies that come to our church. احاول اخليهم يروحوا مثلا في الجامعة هناك في كنيسة، خايفين جدا انهم يروحوا الكنيسة من زمايلهم. yeah. The same judgmental attitude اللي كانت المدام بتتكلم عليه. بس again زمايلهم بيعملوا كده ليه؟ عشان البيرنتس بيعملوا كده طول الوقت، عشان الكبار طول النهار يتكلموا على بعض، فالعيال بقت تتكلم على بعض. اصل ده attitude يا جماعة، يعني موقف بيتنقل بيتقرس. انت بتحب الشخص ايا كان لونه ولا بتحب اللي زيك بالظبط؟ أبونا بالنسبة للتبشير في الشغل بيكون يعني مش مسموح إن يعني الناس تتكلم عن الدين في الشغل، فيعني قدسك ترد على إيه؟ ما حضرتك كان في حد من الأحباء الغالين قالوا المعنى ده، إحنا اتفقنا يا جماعة مش لازم أصطدم بقانون، لكن أنا بقرب من الناس بيتكون بيني وبينهم علاقة، بنخرج برا الشغل، بيبقى في مجال لتوكس فريلي مش لازم جوه الشغل، فيش داعي اديله حاجة ماتيريال جوه الشغل. تفضل. عندي اكسبيرينس، بنتي في هاي سكول تعرفت على بنت معاها وقالت لها انا عايز اعرف الانجيل والكنيسة، جابتها للتشيرش، حضرت القداس مرة اتنين، قالت لها لا ده الصلاة بتاعكو كتير قوي. انا كانت بنتي بتيجي تقعد جنب بنتي وتحط رجلها، ما هي مش فاهمه، فكنت اقول لبنتي خليها تنزل رجلها شويه، وبدي تخطيت الموضوع ده انها تروح ليوز جروب. اليوز جروب بقت تتعرف، عايزه تيجي لمجرد الفن. بصي معلش انا عشان مش عاوز ادخل في التكنيكس بتاعه الايفانجيليزم. ليه؟ غلطه مشهوره ان انا اجيب واحد مش شارع بسرعه القداس. القداس ده لاست ستيب، not the first step. The first step ممكن يقعد في Bible study سنة، ممكن يدخل في activities مع الشباب فترة طويلة، ممكن يسمع وعظات pure American طبعا orthodox، لكن يسمع وبعدين فين لما يبقى حابب الكنيسة خالص.
ابتدي اعرفه بالقداس واشرحه له قبل ما يجي. كل ده يحصل قبل ما يدخل القداس، لكن لما اجيبه very quickly على القداس لا. وعشان كده لو تفتكروا في منهج كنيستنا القبطية كان في حاجة اسمها الموعوظين، كانوا يطلعوا قبل القداس. ليه؟ ما يقدروش يهضموا، they cannot digest الدسم اللي في القداس، لسه بالراحة عليهم. إذا كنيستنا زمان كانت واعية جدا، عارفة ايه يتقال وايه ما يتقالش، ايه يتقدم وايه لسه شوية، لازم يستوي الزبون شوية. فايه برافو، بس طبعا طبعا نشجعها، بس نقول لها ايه بقى، لو في اجتماع من النوع ده بيلم نفس الشباب دول كبايبل ستادي او يوث ميتنج فور ذا نون كريستيان، يبقى في الحاله دي لما تيجي زميلتها حاسه انها طبيعيه جدا قاعده مع ناس عاديين زيها، لكن هتدخل وسط مجموعه كلها كوبتس وكلهم بيقولوا النكت المصرية لا طبعا مش هتيجي تاني. فطبعا هي عاوزة برضو ايه، انا جايبه على ايه بالظبط. تفضل اخر رأي ممكن، معلش اخر تعليق. ان الكورسات الكورسز بتاعت الإفنجيليزم، لان احنا في open community وبحس ان كل شخص عنده different background، يعني عندنا هسبانيك وعندنا بولند وعندنا، فان احنا نخش للشخص ده ازاي ونعمل ايفانجيليزم لازم لها في جود فاونديشن. انا موافقك طبعا، بس انا ما زلت بقول ايه، انا معركتي الاساسيه النهارده الفيجن. دو يو هاف ذا ايديا، دو يو هاف ذا دريم، هل احنا عندنا الحلم بتاع ربنا نفسه ولا بعيد عن خيالنا؟ هل احنا بنحلم ان كنيستنا دي تبقى ضخمة، مش ضخمة في المكان، يا رب يدينا كاتدرائية ضخمة، بس مش دي القضية، يبقى فيها 100 قبطي و1000 أمريكاني وكلهم بيصلوا بنفس القلب وبيصلوا لترجية قبطية، مش بالقبط أقصد قداس زي اللي استلمناه من 2000 سنة، مقتنعين به إيمان مستقيم، عارفين كل المبادئ المسيحية الأرثوذكسية، لكن بيصلوا بلغتهم وثقافتهم اللي ما فيهاش حته غلط، ومندمجين تماما في الكنيسه وبيحبوها ومديونين لماري مرقس زينا وبيحبوا اثناسيوس زينا وعاشقين للانبا انطونيوس زينا، وده مش مستحيل ابدا. اللي انا بقوله ده ما هواش حلم خيالي نو، لان هم بره بيدوروا. يا جماعه انتوا لما تشوفوا الامريكان بيدخلوا على حاجات عبادات شرق أسيوية وحاجات مجانين وحاجات مش عارف ايه ويعيشوا فيها ويبقوا ديفوتد يعني، طب مش احنا بالأولى؟ يعني احنا اللي عندنا حاجات دسمة. انا طبعا نفسي اسمع الكل بس خايف الوقت. طب اتفضل يا دكتور، مش قادر اقول لكم لا. انا نفسي ارد على حكاية ان اولادنا بيطفشوا وفي نفس الوقت احنا كمان ما بنقدرش نتكلم في الشغل بتاعنا علشان ما نقدرش نتكلم على اي دين. اولا الحكايه بتاعنا ما نتكلمش على اي دين، انا واجهتها وانتم عارفين ان ليا هنا 55 سنة children and grandchildren. انا طبيب، ما اقدرش اتكلم طبعا مع عيان او عيانه عن المسيح او عن كنيستي او عن اي حاجه، لكن الواحد لما يكون الهدف بتاعه كده هيقدر يطلع بأفكار ربنا بيديها له. عملت تختة صغيرة كده في العيادة، والتختة دي قلت للنرسات والموجودين نكتب فيها حكمة أو آية كل يوم، أقوال طبعا في أقوال لأفلاطون بس معظم الأقوال للمسيح، وآية كل يوم، كل يوم كل الناس جاية تشوف الآية إيه، وهم يسألوني إيه ده جاي منين ده وعشان إيه. صاروا نفس الناس اللي هم مسيحيين مش عارفين الآيات دي ولا الإنجيل، فنتكلم عليها. العيانة تدخل لا شوف الآية، لأن طبعا أنتوا عارفين العيانين وخاصة النساء
عندهم مشاكل عاطفية كتيرة psychological. الآية دي تحل كل حاجة. وأنا ما اتكلمتش. أنا كنت فاكر المصريين بس يا دكتور. لا لا كلهم. أنكد. فممكن الواحد في شغله يجيب حاجات كتيرة بحيث هو ما يتكلمش لكن المسيح هيتكلم وبعد كده هيسأله ويرد عليه وما جراش حاجة. فالمهم الواحد يكون هدفه ايه والفيجن ايه زي ما قدسك قلت. القدسك يعني اثرت موضوع مهم جدا يعني كويس ان الناس بتتكلم عليه دلوقتي لان ده مشكلتنا. يجوا الكنيسة الناس زملائنا يجي يقول لك it's exotic church, it's very nice, it's ancient, but it's not for me. I'm glad I came like I saw a museum. This because we have no vision. We have no vision to bring these people in. Thank you, doctor. أولادنا, أولادنا اللي بيتفشوا, بيتفشوا عشان في وقت اللي هو من أول التوينز, مش تين ايج, توينز, اللي هو من أول السابعة, تمانية, عشرة. ما كانش ليهم دور في الكنيسة, ما كانوش بيخدموا في الكنيسة. والخدمة مش معناها أن يقف شماس ويحفظ كلمتين, لا. يعمل حاجة من أجل المسيح, من أجل المجتمع. فإذا كانوا هم involved ومسؤولين من صغرهم لا يمكن يسيبوا الكنيسة, هيروحوا حتى يخلقوا فيها كنيسة. فالتفكير لازم يتغير شوية. Thank you. في هنا اتنين رافعين ايديهم, excuse me. تفضل. Yes, I can see. Please. أنا شفت حتى على الأقل في كنيسة العذراء هنا في شيكاغو ببركة أبونا مرقس أبونا يوحنا إن الخدمة أقوى من مصر كتير. Thank God. يعني ده اللي أنا حسيت بيه. بس أنا اللي عايز أقوله حتى الشمامسة هنا أكتر. أنا بشوف أطفال صغيرين سبع سنين بيردوا مردات بالإبتي. ده مش موجود في مصر بهذه الصورة. الحاجة التانية اللي أنا بس عايز أعرفها, ليه ما بنضمش أمريكان؟ يعني كل شوية بشوف الوجوه هي هي, يعني نفسي كل يوم حتى أشوف خمسة أمريكان ولا كل شهر حتى يبقوا عشرة. ما بلاقيش إن الكنيسة بتستوعب آخرين إلا المصريين بس. Thank you, doctor. الناحية التانية بس عايز أقول لقدسك إن موضوع الوطن, المسيح نفسه بيقولوا رجع إلى وطن. أيوة. اللي لما خدوا منه الدينارين اتكلم عن الأبناء الأحرار, هل ممن يأخذون الجزء من البنون الأحرار. بولس كان بيفتخر إنه فريسي وإنه مش بنيامين. يعني لازم نفتخر بوطن. يعني ده يعني الإنجيل بيعلمنا كده. Thank you. ده رأي. شكرا, رأي جميل. Excuse me, معلش. تفضل. لا تفضل حضرتك وبعدين الأستاذ. أنا محبب بس. طيب وفي اتنين تاني وأرجوكوا كفاية يعني ما ترفعوش ايديكوا تاني عشان ما تحرقونيش. ها هو بعد إذن قدسك يا أبونا, يعني احنا ثقافة الكرازة توقفت تقريبا من 1430 سنة. فيعني النتيجة ده لازم نكون في الموقف ده. يعني احنا مش قصدين نبقى كده, لكن هي جت كده بحكم. Okay. نمرة اتنين عشان نخرج من الحاله دي, احنا عايزين بقى الكنيسه تدينا ثقافه التدريب, يعني نصيغ كل الافكار دي. ثقافه التدريب تنتشر بقى من مصر من الاصل من الام. Okay. بحيث ان ندرب ناس ازاي تكرز من خلال برنامج مجهز مسبقا. نمرة تلاتة انه عايزين ندرب كمان بعض المرتلين على انهم يدونا الحام باللغات الحيه الاساسيه, وده يتذاع في إذاعة زي ما أبونا كان بيقول في سانت لويس أو كده. وفي نفس الوقت كمان ننتهز المناسبات اللي هي الاحتفالية دي ويبقى فيها كرازة بشكل indirect, يعني تمشي كده الأمور. أعتقد ده ممكن يأثر ولو بنسبة كنقطة بداية. أشكرك. يعني أشكرك. أنا سعيد جدا بإيجابيتكم على هم. في أمريكا الدنيا تغيرت. يعني أنا في الريتيل بزنس بقالي تقريبا 40 سنة. كنا الأول بنعمل أدفرتايزين في الجرايد ونعملها في التلفزيون. الدنيا تغيرت دلوقتي, السوشيال ميديا والإنترنت. فعشان نوصل المسج بتاعتنا لازم تتعامل حاجة نيشن وايد, مش كل كنيسة لوحدها. يعني ويب سايت يتكلف كويس
كل الكنائس تشترك فيها. Yeah. تبقى حاجة واحدة إن دي حاجات هتتكلم. وبعدين أنت الويب سايت ده البيت اللي أنت بتدعي الناس تشوف أنت فيه إيه في البيت بتاعك. إزاي توصل المسج ده؟ هي دي المصاريف. لما تصرف عليها مرة واحدة والناس تخش على الويب سايت دوت ويعرفوا البرانشز فين. كنيسة هنا في شيكاغو في 2، في كاليفورنيا فيها 10، سانت لويس فيها كذا، والايديا بتاعت الكنيسة ايه والجول ايه، والحاجة تتعمل على اساس مدروس. Thank you very much. تفضل. ممكن اكون اخر واحد. تفضل. وهو انه الكنيسة يجب ان تشجع على الزواج، زواج الشابات والشباب، and is the requirement، يعني المتطلبات الزواج هي very expensive في الكلتشر المسيحي، الفيديوز والمتطلبات الجولري والاشياء كثير، يعني مكلفة جدا. بدل ما بناتنا يعني يطلعوا لبرا وشبابنا يطلعوا لبرا، لانه very easy to marry from other cultures. Yes. فلذلك اذا بنبقي احنا على شاباتنا على ابنائنا في الرعية الواحدة، هي قوة لنا كمان. فلذلك انه هذه جزء من بقاء او الحفاظ على اولادنا، بدل ما نقول عنهم انهم اختطفوا او انهم هم تركوا الكنيسة والآباء. طبعا طبعا. آخر تعليق فعلا، معلش I'm sorry، آخر تعليق وراء. أيوة. okay. أنا ابني متجوز أمريكية، وبعدين اتفقوا على حاجة، هي تيجي الكنيسة عنده أسبوع وهو يروح لها، أو الكنيسة عندها الأسبوع اللي بعده. أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع عرفت تقنعه بأنهم يروحوا الكنيسة بتاعتها على طول في نقطة واحدة بس. أنا آسف أن أقولها، معلش. لا لا بليز، احنا محتاجين الصراحة. طول القداس قالت له أنا ما عنديش استعداد أجي من الساعة 7 وأمشي الساعة 12 ونص أو واحدة، لكن في الكنيسة بتاعتها بتيجي 9 بتخرج 10 ونص. فبس يعني مش أشكرك. لا أشكرك جدا على التعليقات. بصوا أنا في منتهى السعادة أن كلكم إيجابيين وكلكم ما حدش فيكم أجينست اللي بيتقال ده لوحده. ده مشجع جدا، لأنه واضح كلكم قلبكم حلو وعاوزين فعلا كنيستنا العظيمة دي تضم العالم كله، لأنه احنا عندنا حاجة غالية وعاوزين العالم كله يدوقها. وفي الآخر احنا مش بنكرز بأنفسنا زي ما قال القديس بولس، بنكرز بالمسيح، والمسيح ده حلو للكل. بس لو شافوه فينا وشافوه في بيتنا كنيستنا او الويب سايت اللي هنعمله، لو شافوه هيحبوه وهيجوا. كل الآراء دي عاوزة بقى تدرس، لكن من اكتر الآراء اللي تكررت فكرة الإديوكيشنال بروجرام، عشان يبقى فيه awareness يا جماعة، يعني لازم يبقى فيه وعي عام في كل الشعب المهاجر عموما انه ربنا جابوا البلد دي عشان رسالة. انا فاكر دي سمعتها من ابونا تدرس يعقوب مثلا من 10 سنين، لما حد واحد عاوز يهاجر فبيقول له انت هتهاجر ليه؟ فضل يقول له الاسباب اللي بيقولوها كل الناس، مش عارف مصر بيعملوا ايه، وانا قال له لا، طريقة التفكير غلط. اللي يهاجر يسأل ربنا سؤال واحد، أنا يا رب رسالتي فين؟ رسالتي فين؟ رسالتك هي اللي تحدد مكانك. إذا لما تيجي البلد يبقى ليك رسالة، لكن تبقى جيت هنا لمجرد الانشورنس ولا العيال تتعلم أحسن، نو. إحنا كل ده ربنا قال هذه كلها تزاد لكم، لكن لما أعيش للرسالة يبقى أنا كده ماشي زي ما ربنا قصد. فكلكم ليكوا رسالة، وهكذا في كل بلد في العالم، أوروبا، أستراليا، أمريكا، كندا، أفريقيا. كل الأراء اللي اتقالت جميلة، بس أنا بشجعكم على educational program في كل الكنائس. سهل قوي نلاقي مادة كرازية. أديكم مثل بسيط جدا، احنا في مصر اكتشفنا ان سفر الأعمال مدرسة كرازة. لو ذكرنا سفر أعمال الرسل بس مذاكرة
في 6 أشهر كلكم هتتحولوا إلى كارزين، لأن كل مشاكل الكرازة ومبادئها ويعني كل ما يتعلق بالكرازة موجود في سفر أعمال الرسل، لأنه سامبل 28 إصحاح عن إزاي المسيح بيدخل بلاد مختلفة تماما، كلتشر مختلف، في اضطهاد، في مشاكل، في إحباطات، في ماديات، في كل ما نسمع عنه في الكرازة موجود. طب ما احنا ما أسهل إن احنا ندرس السفر من منظور الكرازة. احنا في مصر بقى نعمة ربنا عملنا سكول للكرازة اسمها سان بول سكول، بس هتلاقوها على السايت sanpoolservice.org. بتعمل دورات للكرازة كل سنة، عندنا دلوقتي 1000 خريج نشكر ربنا كلهم شباب تقريبا، وفي انجليش وفي فرنش. انما انا حلمي انه ما تبقاش من مصر بس، تبقى في كل منطقة، لانه انتوا ادرى كمان بمشاكل منطقتكم والناس اللي حواليكم، لكن البيزكس واحدة. ففكرة يبقى في education، في وعي للشعب كله، وفي ناس تبقى متخصصة اكتر، يعني ايه تبقى devoted للفكرة وتبقى عايشة القضية دي، من الشباب، من الاطفال، من الكبار، وتبقى في رأيي يعني movement في الكنيسة كلها، يعني لا تقل عن Sunday school من 100 سنة. لما حبيب جرجس عمل مدارس احد، شوفوا النهضة اللي حصلت قد ايه. طب احنا ليه ما تبقاش في موفمنت النهارده كلها ايفانجليستيك، تبقى كل الكنايس عندها ستاف تاني، ستاف كامل للقصه دي، بفكر، بمناهج، بفصول، whatever. ممكن ما تبقاش محتاجه فصول، بس يبقى الموضوع مستقر تماما في فكر كل الناس اللي في الكنيسه. ساعتها صدقوني هتلاقوا حتى اولادكم اللي بعدوا يرجعوا. ليه؟ لان هم بعدوا بسبب حاجات من اللي انتوا قلتوها. لما تتعالج خلاص هيجوا زيهم زي الامريكان اللي هيجوا. الحلم مش بعيد، ربنا يخليكم. انا عارف ان انتوا تعبتوا واستويتوا، ممكن اقول كلمه في ربع ساعه وبعدين ناخد بريك، بس كلمه في نفس الاتجاه، واحده من محاضرات كورسات الكرازه القديمه، عشان يعني نغذي الفكره بدل انتوا اللي زقتونا في الموضوع. يعني كان في مؤتمرات عندنا خدناها بعنوان اعبر الينا واعنا، حلوني يا أبا، بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعبر إلينا وأعنا دي ليها قصة. إيه القصة بتاعتها؟ بولس لما ربنا شده للإيمان، تصور للوهلة الأولى أنه هيعيش حياته كلها يجيب يهود للمسيح، لأنه مذاكر عهد قديم وفريسي قديم ومقنع وشخصية قوية، فعنده كل التالنتس والجيفتس أنه يركز على اليهود. تقريبا فشل تماما، او ربنا قفلها له، حب يكلم اليهود اللي في دمشق قفلوا منه، راح اورشليم كانوا هيموتوه، فلقى انه ايه مش عارف يتحرك. جه واحد عظيم اسمه برنابا قال له لا معلش تعال اشتغل معايا في انطاكيا وسيبك من اليهود شوي، اشتغل مع الكل. فابتدى يتفك، ابتدى يشتغل مع الامم، فلقى الامم بيقبلوا اكتر، الأمم اللي هم في الأصل مش يهود. وهو في أنطاكيا والدنيا ماشية نار بقى، فأنطاكيا قعد سنة واحدة هو وبرنابا، يقول جمع غفير آمن بالمسيح. جه صوت كده من السماء بيقول سيبولي برنابا وبولس في مأمورية جديدة. طب ما احنا كويسين اهو. نو، في عمل جديد. ايه العمل بقى؟ بدأت حاجة اسمها الرحلات الكرازية او الرحلات التبشيرية. اللي فاكر خريطة شوية، أنطاكيا دي على أول تركيا، يعني بين سوريا وتركيا، طلع من أنطاكيا على آسيا الصغر، كان اسمها آسيا، بس ابتدى يلف في آسيا لقى الإيمان بيمشي زي النار، فدي ما كانتش في باله. ده كل ده أمم بقى، دخلنا تقريبا الحصاد الأساسي أمم، اليهود قد كده والأمم قد كده، غير خالص كنيسة أورشليم. ففرح جدا، قعد له كم سنة، رجع أورشليم قال للرسل، الرسل باركوله وقالوا له ربنا معاك، احنا فرحانين بتعبك ومش هنتقل على بتوع الأمم دول، بس يقولوا لهم يبعدوا عن الايه المخنوق والزنا والدم ويلتزموا بالإيمان المسيحي، مش مهم بقى ختان ولا سبت ولا غيره. رجع فرحان، فرجع آسيا تاني، كمل الزيارة التانية، الرحلة التانية، وهو في آسيا تاني مرة قفلت، لم يدعنا الروح، منعنا الروح. كلام ده موجود في عمل 16.
يا رب انا غلطت ولا ايه؟ طب قفلتها في وشي زمان عشان تنقلني من اليهود لأنطاكيا. كنت ماشي حلو في أنطاكيا، قلت لي سيب أنطاكيا واطلع آسيا. اشتغلت في آسيا، الدنيا ماشي حلو قوي، مالك بتقفلها تاني ليه؟ جاله بقى صوت، مش صوت، شاف حلم واحد يوناني بين آسيا بين تركيا واليونان في بحر صغير مش كده، بيقول له بقى ايه؟ اعبر إلينا وأعنا. فقال للمجموعة بتاعته، كان بولس عنده مبدأ يتحرك بتلاميذ ما تحركش لوحده، ده مبدأ مهم جدا في الكرازة. الكرازة تلمزة ليه؟ لأنه في كل بلد هيسيب واحد، فما ينفعش يبقى بيشتغل بطوله. الكرازة لازم فرق، فريق كامل، لأنه ما تعتمدش على وان منشو أبدا. فجاله الصوت أعبر إلينا وعنا. هذا الصوت كان بداية مسيحية أوروبا كلها. يبقى بدأ في أنطاكيا ثم آسيا ثم أوروبا، وهو في الأصل يهودي. شوفوا الكرازة بتعمل إيه؟ دخل بقى على أوروبا، أعبر إلينا، كانت أول بلد فيليبي. ويمكن تفتكروا فيليبي دي لها قصص، إنه فيليبي في الأول ما كانش عارف يعمل إيه لأنها جديدة عليه، وكان يقعد عند البحر يستنى شوية اليهود، وقابلته واحدة اسمها ليديا أمنت على إيديه، وبعد شوية عمل معجزة، طلع روح شرير من بنت عرفة، جابت له الكلام، اتسجن. لما اتسجن وصلى السجن حصل فيه معجزة وزلزال، السجن آمن والمساجين آمنت والحكاية جريت، وأصبحت فيليبي دي أول بلد في أوروبا تقبل المسيح. إذن أعبر إلينا وأعنا، دي رسالة. فكرة بقى اللي عاوز أكلمكم فيه في ربع ساعة كده، الكرازة لازم تعدي حاجة. يعني إيه؟ لازم تقفز فوق حاجة معينة. هكلمكم في حاجة معينة لازم نقفز فوقيها، اسمها المشاكل الشخصية. اللي عاوز ينتبه لهدف الكرازة لازم يعبر فوق مشاكله الشخصية. كل واحد فيكم عنده همه، اللي عنده هم صحة، اللي عنده هم في الفلوس، اللي عنده هم في العيال، اللي مهموم بمشاكل مصر. بص، طول ما انت دماغك في الحاجات دي انت موقف عمل ربنا فيك، انت مش هتعرف تعدي. لكن في ناس بتهلك، فبتقول لك من فضلك سيب اللي في ايدك، سيب همك، سيب غلبك، سيب اللي شغلك، اعبر الينا واعنا. تعالوا نفكر فيها سوا. اول حاجه اقولها لكم، اعبر فوق الاحباطات، لانه احنا كلنا عندنا احباطات. ساعات الاحباط يكلبش الواحد، انا اولادي مش قريبين من ربنا، انا عندي مشاكل في بيتي، انا صحتي مش مساعداني. انسى من فضلك، خلي دور ظهرك عشان تعمل اللي ربنا عاوزه منك. ساعات يبقى في مشاكل غير محلوله، مزمنه، موضوع قديم واقف ما بيتحركش، وده مضايقك، بليز حط ورا ظهرك. لانه حتى بولس وهو مثل لكارز عظيم يقول انسى ما وراءه ايه؟ امتد الى مشاكل الاسره، مشاكل الاصدقاء، حتى المشاكل الشخصيه النفسيه. يعني ينفع واحد عنده ديبرشن يبشر؟ انا شفتها كتير وبينجحوا تماما. ده هو ديبرست وبيتعالج يمكن، سوات وهو في حد سليم، ما كلنا الحمد لله ايه يعني متلخبطين. إذا حتى لو في مشاكل نفسية، ده ما يعطلش عمل الله، لأن قوتي في إيه؟ في الضعف تكمل. مشاكل روحية، ممكن واحد يكون لسه بيغلط ويبشر، ده ممكن جدا، لأنه أجين ربنا عاوز يستخدمك بضعفك عشان تشتغل. موسى قال له ما بعرفش أتكلم، قال له هتكلم على لسان، أنت مالك؟ عشان اللي بدي اللسان. أرميا يقول له طب أنا صغير، مالكش دعوة، ده شغلي أنا. أشعيا يقول له أنا نجس الشفتين، يقول له أنا هعملك نبي. يبقى لازم تعبر فوق حتى مشاكلك الروحية، حتى إحساسك إنك ما تعرفش أو ما ينفعش. مشاكل الصحية، كل ده الواحد محتاج يعبر فوقيه. في مبدأ كده أحبائي مسيحي مهم، أفضل طريقة للتغلب على الألم الداخلي هو التركيز على خلاص الناس. أفضل طريقة للانتصار على وجع داخلي هو الخروج خارج النفس إلى قضايا الآخرين. تصوروا معايا، أنا شفتها كتير، أرملة ويمكن ما عندهاش عيال، جرح صعب،
جرح صعب لأن الوحدة صعبة. لما بتهتم بملاجئ أو ببنات ما تعلموش أو بمرضى أو بمسنين أو بمعوقين وتنسى نفسها معاهم، الست دي اللي كنا شايفينها يا عيني ملهاش حد بقت في قمة السعادة، لقت نفسها ليه؟ انتصرت على ألمها بانشغالها بقضية أكبر. هي دي أعبر إلينا. اللي هيعيش أحبائي فكر الكرازة ويركز أنه في ناس بتهلك، الناس اللي حوالينا دول بيهلكوا بيروحوا النار، فخلينا ننسى شغلنا، ننسى همنا الصغير ده لأن ربنا شايله كده كده، ونفكر فيهم، هنلاقي الحياة بقت أسهل كتير قوي. من الضغوط النفسية المعطلة الإحساس بالذنب. كتير مننا قوي بالذات في تربيتنا الشرقية احنا مكلكعين شوية، عندنا جلد فيلينج مش طبيعي بأسباب كتير قوي. ربونا شوية ايه بأنك انت دايما مقصر ودايما وحش ودايما عامل عملة ودايما ما تنفعش، نقد كتير وزعيق كتير وايه ومقارنات كتير، ربت فينا كده كلكعة وإحساس بالذنب. ودي مكلبشانة على فكرة. أعبر. أعبر يعني إيه؟ pass over، عديها من فضلك، ما توقفش عند قولت أنا وحش كلنا وحشين، هو يعني ربنا مين قالك أنه بيشتغل بناس حلوة؟ عدي إحساسك أنك أجرمت في يوم من الأيام. أأكد لكم الفكرة، بولس الرسول أنتوا عارفين أنه كان بيشتم المسيح في وقت؟ كلمة مجدف يعني إيه؟ كلمة وحشة. كان بيشتم المسيح. بولس الرسول كان مفتري، محدش فيك وصل للكلمة دي. بولس كان استفانوس بيترجم قصاده وهو واقف بيتفرج ومبسوط. لو بولس الجلت فيلينج غلبه ما كانش عمره عمل حاجة، إنما هي passed it over، هو عداها خلاص. أنا وحش، أنا كنت مجدفا مفتريا، بس عداها. موسى قتل واحد في يوم من الأيام بس he passed it خلاص. داود زنى وقتل واحد من أعظم رجالته but he passed it over، يعني إيه؟ خلاص رماها ورا ظهره عشان وراه رسالة. تعالوا نفكر بالطريقة دي، احنا لينا رسالة، ما نقعدش نفكر في اللي فات وان احنا ما نعرفش وما ننفعش ووحشين. اوكي، بس ربنا بيختار الوحشين. عدي الوحدة، عدي تجاربك السيئة، عدي الإعاقة. ممكن يبقى عندك نوع من الإعاقة. طب ما موسى كان معوق في الكلام، في العجز. طب ومين مش معاش عاجز؟ يوحنا الحبيب ده ما كانش بينطق، شخصيته خجولة زيادة، ده بطرك المسكونة في القرن الأول، وكتب إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا وثلاث رسائل، لكن ما هواش بطرس اللي يعرف يوعظ، ما هواش بولس اللي يجري ويسافر من بلد لبلد، هو بالنسبة لهم مختلف خالص. بس هذا الشخص الهادي اللي ملوش في الكلام الكتير مرارة في العالم كله، يبقى ايه هذا الضعف اللي كان عنده؟ he passed it over. ممكن يكون عندك فوبيس كده، عندك خوف من الناس، عندك خوف من المرض، عندك بليز حاول تو باس ات اوفر، عديها لانه في ماموريه اهم. في فشل في حياتك، مش دي القضيه. الفشل كل الفشل انك تنجح في الدنيا وما تنجحش في رسالتك. هو يوسف كان فاشل لانه بقى عبد، هو يوسف كان فاشل لانه اتسجن. الحقيقه يوسف كان انجح واحد في عيلته لانه عمل اللي ربنا عاوزه منه في الاخر. فما تقعدش تبص ان انا فشلت في التعليم، فشلت ان انا اكمل مش عارف ايه، فشلت لا، عديها لو سمحت. اعبر الينا، يعني ايه؟ في حاجة اهم من انك تتحصر على اللي فات. لو سيلف استيم ده برضو منتشر جدا في المصريين، الواحد ما مش راضي عن نفسه. عدي فقدانك المبادرة، احنا برضو شعب يميل دايما للايه؟ للري اكشن، يعني ايه؟ لما الناس تعمل حاجة نبقى نعمل معهم. Why don't you start؟ ليه ما تبقاش السامري الصالح اللي ما قلتش الكاهن ولا اللاوي ونزل عمل المطلوب؟ أعبر هذا الطبع، الطبع السلبي، انك تتفرج لغاية لما تلاقي الثورة نجحت خالص نتحرك من الكنبة.
لا، الحقيقة على فكرة المسيحيين أثبتوا كفاءة في الحتة دي، إنه كل السياسيين عارفين إنه الأقباط ليهم دور كبير قوي في المرحلة الأخيرة بالذات، وما كانوش كنبة، مش تبع الكنبة. يعني أنا عشان ساكن جنب الاتحادية جنب القصر، خدت اللي فيه الاسم طبعا. إنما عاوز أقول لكم في المكان ده كان 60% من الملايين المحتشدة كانوا أقباط من غير مبالغة، وكانوا بيسلموا على بعض كأن احنا في الكنيسة بالضبط. فطبعا حاجة جميلة، هي دي اللي حركت الدنيا. طب خلينا نتكلم في قضية أخطر بقى، لأن الدنيا كده كده ربنا ضابط الكل خلاص. الناس بقى، الكارز ليس ملاك ولا بطل، الكارز إنسان عادي وأقل من العادي، لكن عنده حاجة واحدة بس، بيحب ربنا وبيحب الناس وخايف عن الناس تهلك. بس مش مطلوب في الكارز أكتر من كده، يحب ربنا ويحب الناس، وده موجود فيكم كلكم من غير ما مسأل كده، وبالتالي الكل يصلح للكرازة. أقول كم قاعدة كده ونختم. العبور يحتاج إلى واحد ما تركزش على مشكلتك. عشان تعيش ميشن لازم to forget your problem. Do not focus on your negative. لازم تنسى همك شوية. فاكرين اللي جاي للمسيح يقول له ممكن أروح أدفن أبويا؟ طبعا أنا كنت متصور أن المسيح الطيب يقول له ده ناجي معاك يا ابني، لأنه يعني فيش أطيب من ربنا. إنما look to this، الحال المسيح فاجئنا، قال له هو طبعا دي معناه على فكرة خليني قاعد جنب أبويا لغاية ما يموت وادفنه وبعدين بأمشي وراك. قال له no، أعبر، في حاجة more serious، في حاجة أهم. وانت قاعد جنب أبوك مستنيه يموت هيكون في 1000 واحد هلك. فهمتوا الفكرة؟ طبعا ده مش تقصير مع الوالدين، لان هو صاحب اكرم اباك وامك، ده مش تقصير، لكن ده برايوريتي. فاهمين ازاي؟ دع الموتى يدفنون موتاهم، وانت تعال اعمل معايا ايه؟ اتبعني انت وخلينا في الملكوت، لان في قضية اخطر. لما موسى قال له يا رب انا ما بعرفش اتكلم ولا عمري بعرف اتكلم، على فكرة موسى هنا ما كانش سوري يعني ما كانش صادق، لأن موسى لما تقروا وعظة استفانوس عن موسى النبي قال أنه في أول حياته كابن ابنة فرعون كان فصيح جدا ومقتدرا في الكلام، إنما هو صغر نفسي عيني لما كبر بقى مهزوز جدا في شخصيته. لكن هو في سن 40 كان يقف يخطب موسى ده. فلما قالوا المسيح قال له تشتغل معايا، قال له بعد ما بقيت كسر انا اشتغل؟ ما انفعش، ما بعرفش اقول جملتين على بعض. من امتى يا موسى؟ ده انت ما كانوش بيعرفوا يسكتوك. فهنا صغر نفس، اعبر يا موسى هتشتغل، وانا 80 سنه يا رب؟ ايوه. وانا ما بعرفش اتكلم؟ ايوه، انا عاجبني كده وهعمل بيك شغل كبير قوي. ما تركزش على المشكلة. تاني حاجة، ما تشتكيش من فضلك. الكومبلينر ما ينفعش كارز، اللي دايما يقول رجلي ركبي دماغي كتفي أخويا بنتي أبو، مش هنخلص. اللي هيقعد يشكي يا جماعة لا، بليز أعبر. يعني إيه؟ محدش فينا سليم والحمد لله، وكلنا عندنا مشاكلنا نفسية وجسدية، بس الميشن أخطر، المأمورية أكبر. وبالتالي أرجوك اطلع برة نظام الشكوى المستمر ده. لما أرميا ابتدى إيه يواين كده ويقول أنا أصلي ولد، قال له ما تقولش كده، ما حبش الشغلة دي، ما تدلعش، ما تشكيش. أنا عارف أنا بقول لك إيه، إلى كل من أرسلك تذهب والكلام اللي أقوله لك تقوله. لما بطرس قال له تعبنا طول الليل، قال له يلا ادخل معانا جوه، دخلني البحر بس وبلاش كلام. دخل مع البحر جاب سمك كتير. ثلاثة، ما تنتظرش الحل اولا. في ناس كتيرة قوي تيجي تقول لها يلا نخدم يلا نركز في خلاص، الناس يقول لك طب اوعدك لما جوز العيال، ولما برضو ايه اشيل احفادهم عشان مش هعرف، ولما ايه هو ده والعمر هيستحمل ده كله، او يقول لك لما خلص الورق ابقى اشوف.
لما المشكلة دي مش عارف ايه، طول ما انت مستني حاجة تخلص that's a waste of life. No. ما ينفعش مع ربنا كده. ما ينفعش تقول له استنى عليا لما خلص اللي في ايديا. No. Big failure. لا. كرازة ما تحتملش كده. سيب اللي في ايدك. فاكرين لما ايليا دعا اليشع رمى عليه الجلابية الرداء بتاعه. يعني تعالى وراي. اليشع قال له طب كان بيحرط الارض. قال له انا في اخر ارض. ام رد عليه بمنتهى الجفاء الي. قال له يعني انا عاوز منك حاجة؟ فهم على طول. انت تقعد تقول لي ارض ومش ارض. عارفين عمل ايه؟ مسك البقرتين دبحهم ذبيحة ربنا. ومسك النورج نفسه المحرات عملوا مذبح ولع فيه. واكل كل الناس البقرتين عشان يقول ايه؟ أطيع الماضي ده. هقفل تماما على اللي فات. لا أرض ولا بقر. وجري وراء إليه. فصار إليشع النبي. يعني إيه ما استناش بقى لما يخلص اللي في إيده. حكاية تخلص دي بليز ما تمشيش معانا. ما تبصش ورا. أعبر. ما تبصش ورا. أنا عمال أقولها وبقولها تاني. المبدأ الجميل اللي حطه بولس هو اللي ساعده على الانطلاق. قال أنا ما بقولش إن أنا وصلت الحاجة. لكن أنا بعمل حاجة واحدة. بعمل حاجة واحدة. نفسنا كلنا نعملها. I look forward. أنا ما ببصش ورا أبدا. ما بقعدش أتحسر وأقول خسارة العمر اللي راح. طب أنا ما كنتش بركز في الحاجات دي ليه؟ طب أنا ما بفكرش. غلطوا فيا. أنا غلط. كل ده كلام تضيع وقت. أنا ببص لقدام. في رسالة ربنا بيقول لي اشتغل معايا. هشتغل معاك. في ناس بتهلك وانا لازم انقذها والحق. ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. اللي هيبص وراء مش هينفع خالص يشتغل مع ربنا. العبور يحتاج الى ثقة. يعني ايه؟ خلينا نراجع ايماننا. احنا موجودين ليه على الارض؟ احنا موجودين لان ربنا خلقنا وخلقنا for a mission. ما فيش حد بيعمل حاجة إلا لغرض. ما هو الغرض الذي خلقنا له؟ الحياة الأبدية. طب الحياة الأبدية دي لمين؟ لكل الناس. الغرض اللي جاب المسيح الأرض إيه؟ أريد أن الجميع يخلصون. يبقى الغرض اللي أنت موجود ليه الجميع يخلصون. يبقى كل شخص بتشوفه جزء من هدف حياتك. ده التفكير المسيحي المظبوط. انت موجود عشان تعمل الصح اللي ربنا عاوزه منك. الثقة ان ربنا بيحبك رغم كل حاجة. بيحبك رغم خطاياك. ويحبك رغم ضعفك. ويحبك رغم عندك. بس لسه بيحبك. وبيحبك جدا. وعشان بيحبك عاوزك تشتغل معه. عشان يكافئك في الاخر. عشان يمتعك بالملكوت اللي اشتغلنا مع بعض فيه. فانت حطيت ايدك معاه. بولس يقول نحن عاملين مع الله. احنا بنشتغل مع ربنا. يا بولس انت اللي تقول كده. ده انت كنت ضد الملكوت وماله. بس بيحبني. تفضلت نعمته علي جدا. جابني من الزبالة وعملني بني ادم وخلاني رسول. انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا. انا كسقت. لكن اقول ايه؟ بيحبني. طب ما هو نفس الموقف معك. مش مهم انت خطاياك ايه وعمايلك ايه. بس بيحبك وعاوزك تشتغل. الثقة كمان ان ربنا بيحب يشتغل بالضعيف. Believe it. ربنا مش غاوي ابدا يشتغل بواحد qualified. No. لانه اي حد كويس هيقع في مطب عشان انا كويس نجحت. دي مشكلة. فربنا غاوي يشتغل باللي ما ينفعوش. والحمد لله ركب علينا كلنا. مش كده؟ لا مؤاخذه يعني احترامي ليكم. مش كده؟ كلكم حاسين انه ايه؟ احنا عارفين نربي عيالنا لما هنجيب ناس لربنا. احنا عارفين نصلح في نفسنا لما هنخلي حد يتوب. انا مش عارف اصلي لغايه دلوقتي. معلش هو ده اللي بينفع. لان ربنا غاوي النوع ده. يختار الجهال، يختار الضعفاء، يختار المصدره. يبقى احنا كلنا محطوط علينا الاختيار لانه احنا انسب ناس للشغلة دي. الثقة كمان ان ضعفك سينقذ الاخرين. يعني ايه الحتة دي؟
تصور واحد راح لبولس الرسول وقال له أنا مش عاوز أبقى مسيحي. ليه يا حبيبي؟ أنت بتكره المسيح؟ قال له لا، بحبه، مقتنع بالفداء جدا. طب ليه؟ أصل أنا يا بولس أجرمت في حياتي كتير فأنا ما استاهلش. بولس هيقول له إيه؟ أنتوا كلكم فهمتوها؟ لما يجي له واحد مصري، بالذات المصريين عندهم اللغة دي كتير، عم. أنا ما استاهلش، أنا ما انفعش، أنا وحش، يقول له لا تعالى بقى، تعالى ما أحكي لك. إذا كنت أنت ما تستاهلش وما تنفعش، أمال أنا بقى إيه؟ أنا كنت ضده، أنا كنت عدوه، أنا كنت بشتمه، أنا عذبت عياله. أنت عارف أنا إيه؟ لما واحد يروح لبطرس يقول له بص أنا ما انفعش أبقى مسيحي، ما انفعش أبقى خادم، يستلم بطرس يقول له أنت ما تنفعش تبقى خادم وأنا رسول؟ أنا أنكرته، أنا لعنت وحلفت أني ما أعرفوش، أنت ما عملتش دي. هنا واضح أن ضعفك ممكن ينقذ الآخرين. يعني إيه؟ بطرس بنقطة ضعفه دي ياما أنقذ ناس، بولس بنقطة ضعفه بماضيه ياما أنقذ ناس، مناديله اللي بتشيل الصديد ياما عملت معجزات. فاوعى تفتكر أن نقطة ضعفك هتعطلك، لا، دي ساعات بتبقى جزء من ثروتك، انك مش عارف تمشي، انك يعني تركيزك ضعف، ان نظرك ضعيف، ان مشاكلك كتير، ان ايا كان ضعفك ممكن يبقى مجال لانقاذ الاخرين. وبعدين في الموبايل من فضلك صدق كمان ان ربنا بيعمل المستحيل. اكتر مجال يا احبائي تتمتعوا بيه في المعجزات او المستحيل الكرازة. احكي لكم قصة حقيقية حصلت مع اولادنا، مش بقول اولادنا قديسين بس هم زيكم كده مكركبين، يعني اقصد ايه، غلابة. راح فريق منهم في حتة اسمها ناميبيا، وكانت بداية الخدمة من 3-4 سنين. وبعدين راحوا في قبيلة بعيدة خالص، بدائية جدا، وقعدوا يلعبوا مع العيال ويحكوا لهم عن ربنا وبتاع، والناس اتأثرت جدا. وبعدين قام واد فط كده في القعدة وسأل سؤال، وقال يعني طبعا في ترانسليتور في الموضوع، يعني احنا لو صلينا ممكن المطر ينزل؟ وهم بقالهم شهر زي المطر ما نزلش وعايشين على المطر. الخادم اتلبش، ليه؟ لأنه هيحطه في مأزق، بيقول له عاوزين مطر دلوقتي. فالخادم بإيمان بسيط قال له أيوة يا حبيبي، لو صلينا لازم المطر ينزل. فوقفوا يصل، المطر ما نزلش، سلموا على العيال وركبوا الأتوبيس، وهم يعني بيبصوا لبعض ويقول يلا. عدت 5 دقايق نزل سيل على المنطقة دي، ما نزلش بقاله سنين، بإيمان الشباب الطيب والعيال الصغير، لأن ربنا عاوز الناس تعرف، عاوز الناس تعرف. يعني أنت هتشتغل معاه ومش هيشتغل معاك؟ مش النفوس دي غالية عليه؟ طبعا مش بعيد عن ربنا. تأكد أن ربنا بيعمل المستحيل، يبقى قدامك شخصية عنيدة جدا وأبعد ما تكون عن ربنا، وتلاقيه أول واحد يتأثر. ليه؟ إلهنا إله مستحيلات، احنا ربنا بتاعنا مش صغير، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كمان افتكر ان الوقت يحل المشاكل. يعني ايه؟ سيب مشاكلك للوقت وركز في اللي وراك، اما ايه اي مشاكل عيال وصحة وشغل وفلوس وبتاع، بص ايه التركيز فيها متعب، انساها تتحل لوحدها، وده بالتالي يخليك تعبر كل حاجة. ثق كمان ان الصلاة هي السلاح الاول والاخير، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها في المشاكل. برضو في الكرازة هتلاقي انك انت قليل الحيلة، فالكرازة هتخليك تصلي كتير. ليه؟ طب اقول له ايه ده يا رب؟ طب ارد على السؤال ده ازاي؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ هتضطر تكلم ربنا كتير لانها حاجة كبيرة عليك، فهتبقى طول الوقت عمال تقول الحقني يا رب، الحقني يا رب. طب كويس، يبقى جابت بركة وعلمتك الصلاة. أختم وأقول إحنا محتاجين نعبر فوق مشاكلنا
وفوق ضعفاتنا عشان ننتبه لرسالتنا لإلهنا كل مجد وكرامة. تعيشوا